مثل ما سبق وحكينا انه بكل حلقة رح نضوي على قطاع معين من القطاعات المتواجدة بلبنان. كرمال هيك برنامج من بيروت حب هيدي الحلقة يلتقي مع نقيب الفنادق بيير الاشقر. فتعالوا معنا حتى نشوف شو خبرنا النقيب بداية عن واقع الفنادق بلبنان بهيدا الوقت تحديدا. وضع القطاع الفندقي بحالة سيئة جدا جدا جدا. ونحن كان صرنا فترة طويلة من سنة 2011 من وقت اللي سكرت طرقات للسياحة البرية، وقت اللي صار فيه خلافات وأدى إلى تحذير الخليج العربي لرعاياهم من المجيء إلى لبنان، وبدأت الثورة ومن ثم كورونا وإقفال المطار لمدة شهرين ونص. وضع المؤسسات سيء جدا، قد يكون أكثر من سيء كمان، لأنه في تعثر بقسم كبير من الفنادق. هذا أدى إلى كمان المصارف وقفت كل التسهيلات، وعلينا نحن مستحقات كبيرة بوقت يلي بنكون في فترة التشغيل. انطلاقا من هالواقع، اليوم اجت القنبلة التي فجرت بيروت وهدمت بيروت، وقسم كبير من فنادق بيروت متضرر. من المتضرر جزئيا الى المتضرر بشكل كلي. اما بالنسبة لعدد الفنادق يلي تضررت من جراء انفجار بيروت فهيك خبرنا النقيب بيير الأشقر. نحن عنا 250 فندق ببيروت الكبرى، 163 منهم متضرر. مثل ما قلنا في منهم كم لوح ازاز، منهم الازاز والالومنيوم، ومنهم متضرر كليا. فمبدئيا القطاع الفندقي بهالوضع. اما القطاع المطعم، في عنا ما يقارب 2060 مطعم مهدوم. القسم الاكبر مهدوم كليا يلي هو بمنطقة الجميزي ومرمخايل وغيره وكل الواجهة البحرية. في اضرار تقدر، نحن وبنك الدولي مقدرين الاضرار بقطاعنا نحن بين 800 والمليار دولار. هيدي ما عدا خسارتنا للأشغال يعني. وعندنا مشاكل كمان كبيرة أدت إلى صرف قسم كبير من العمال يلي هن بيشتغلوا بالمطاعم، خاصة لأنه هدم المطعم وعدم رؤية لإعادة تعميره، وما في خطة للحكومة اليوم لتعمير هالمؤسسات هاي أو مساعدتها، وحتى لو كان في إرادة ما في إمكانية. برأيكم شو كانت ردة فعل النقيب بس سألناه إذا شايف بصيص أمل لواقع القطاع الفندقي بالأيام يلي جاية؟ ناطرين كل المساعدات الدولية يلي بدها تجي من جمعيات أو من خلال البنك الدولي، حتى نعتبر حالنا أنه ممكن نرجع نعيد النهوض بقطاع السياحي. بس اليوم السؤال الكبير هو أيمتى بهالقطاع السياحي بيرجع واقف على إجراه؟ هي أكيد ما بعد الإعمار، وأكثر من الإعمار بنا الاستقرار السياسي وعدم التقاتل، ونروح نحن بالنهاية إلى وضع يكون مستقر بكل المواضيع السياسية اللي عم تنطرح اليوم، ولا إلا بدل نحن مقاطعين من قبل الدول العربية ومقاطعين كمان من دول الغربية.